كود جير ويب الحاجه اللي ما عجبتناش على الانترنت حتى هي دارت البوز وهذا الشيء من الحد اللي فات وواحد الفيديو ديال واحد السائح اسباني كان في الطريق بين طنطان وقلميم وتلقى مع البوليس وهذا الشيء اللي وقع ارا نادا نو شوت نو رينج نو only motorbike and clothes to change and to sleep and you don't have money yes that's good to have money that's good too much. الفيديو مؤسف بزاف وكيعبر على نفسه. هذا الفيديو تشاف اكثر من 500,000 مره على يوتيوب في ظرف 3 ايام فقط. المديريه العامه للامن قررت توقف هاد الشرطيين عن العمل في انتظار بحث دقيق وفي انتظار الاجراءات القانونيه والى بين هاد لا فيديو ما الا وكانت كود جول ديال مستعملي الانترنت ديال هاد السيمانه. والشرطه والامن عامه كي مشهورين بالنزاهه ديالهم وهذا الشيء غير ما يبقاش هذا الطلب ديال الرشوه ولا طلب ديال كادو. حنا اللي بطبيعه الحال خصنا نعطيو كادوات للسياح اللي كيجيو للمغرب. تعليق ربما كريستينا مثلا اللي بغيت نقول حنا انا حنا اوني فوتيف وحتى هما اللي سون فوتيف. علاش مره انت كتصوف لوطوروت 120 داكشي وكتمشي لك تاع 140 ياك كيوقفك شنو يقول لك عندك لا مخالفه شحال 300 درهم انتي شنو خصك تعمل تعمر الوريقه صافي تمشي بحالك بحال انا شفت صحاب ديالي كاين اللي يقول لا يلا نعذرونا نمشي داكشي نعملوا داكشي يعني حتى حنا اوني فوتيف هما كيعرفوا كاينين الناس اللي كيعملوها يعني كيجربوا سورتو افيك لي زيترونجي كيجربوا يلا نحاولوا نعملوا علاش لي سالير ماشي بزاف لي كونديسيون ماشي مزيانين يعني كاملين فوتيف ماشي غير هما ماشي 100% لا فوتيف عندك الحق كلشي فوتيف اللي عطى الرشوه واللي شد الرشوه واللي طلب الرشوه واللي توسط في الموضوع والمساله ديال الرشوه كلهم فوتيف وان شاء الله هذا الشيء ما يبقاش كاع وكنسلموا وكنحييوا جميع العمال والناس والمسؤولين والناس ديال الشرطه ورجال الامن اللي نزهاء وشرفاء وما كيشدوش الرشوه. هذا كان ميساج وكان كود جول اليوم كود جول ويب ديال جينيراسيون نيوز.